الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نستعرض التداول الواسع والمستمر لاستشهاد الطفل الفلسطيني ريان سليمان، كما نعرج على اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للحرم القدسي الشريف وهذا الأمر المتكرر. إذن تصدر اسم الطفل الفلسطيني ريان سليمان البالغ من العمر 7 أعوام مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والغربي، بعدما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه توفي بسكتة قلبية بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع حسب إفادة الأهل. واليوم نشر مقطع مصور لأول يوم دراسي غاب عنه الطفل الشهيد، تاركا حزنا كبيرا في قلوب أبناء صفه وجلدته. قد مضيت اليوم دربي سالكا درب الكرام، أستقي عزي ومجدي منك يا نصل الحسام. قد مضيت اليوم دربي سالكا درب الكرام، أستقي عزي ومجدي منك يا نصل الحسام. قد حضنت الموت عشقا وارتحلت اليوم شوقا. وفي التفاعلات قالت مريم: نظرة زميل اللي جنبه بتقول كثير، بتقول رح أكبر وأكون بالمرصاد. أما أميرة فعلقت: يلا ليش هيك، ما في داعي يحطولهم صورته بهذا الشكل في الصف، هذول بالآخر أطفال، حتى على نفسيتهن حرام والله. أما عبد الرحمن فكتب: حتى الطفولة لم تسلم من الاحتلال، ليس الآن فقط، هكذا يولد جيل مصر أكثر على البقاء والصمود. وأخيرا مع شهد التي قالت: الله يرحمه ريان السنة الماضية في المغرب، والسني هاي هو ابن فلسطين شهيد الله يرحمه. الآن نواصل مع موضوعنا الثاني، حيث نشرت مستوطنة إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى ضمن مجموعات السياح، نشرت مقطعا مصورا لها وهي ترقص على إيقاع أغنية نابية في صحن قبة الصخرة المشرفة، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربي والفلسطينيين والمسلمين. وفي التفاعلات كتب لوردي وهو إسرائيلي يهودي، كتب: يا ذاتها فعلت شيئا ممنوعا أصلا وفقا للشريعة اليهودية، كما يمنع الدخول إلى هذا المكان، ولكن فقط مسموح الدوران في حول الحرم القدسي الشريف من مسافة أبعد. أما سمير فغرد: المسألة واضحة، استفزاز ما بعده استفزاز، لا يراد من هذا المقطع سوى إشعال القدس من جديد، لا يعرف سوى ذلك. أما نايف فقال مقتضبا: إنما الأيام دول. وبهذه التغريدة أو بهذا التعليق نصل ختام بانوراما لهذا اليوم، لكم مني أطيب التحيات، إلى اللقاء.